استشعارا بحجم الخطر القادم، بدأت السلطات المحلية بمحافظة شبوة ومعها نخب المجتمع تحركاتهم الجادة بشأن ترتيبات مواجهة فيروس كورونا، حيث شكل المحافظ محمد صالح بن عديو لجنة للطوارئ بالمحافظة تضم عددا من المكاتب والهيئات ذات الصلة والتي تنعقد بصورة مستمرة لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة والعاجلة وتشرف بصورة مباشرة على تنفيذ تلك الإجراءات. نحن في محافظة شبوة عقدنا عدة لقاءات واجتماعات واتخذنا بعض الخطوات لعمل الوقاية والاحتراز من مرض كورونا. طلعنا أو عرفنا من خلال المتابعة لانتشار المرض في بعض الدول أن السبب هو الاستهتار بهذا المرض وعدم الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية. أبرز قرارات لجنة الطوارئ تعليق الدراسة وإيقاف ممارسة الشعائر الدينية حتى إشعار آخر، ومنع تدفق المهاجرين الأفارقة وإخراج سوق القات من المدينة، بالإضافة إلى تخصيص مبنى للحجر الصحي مزودا بمستلزماته الطبية، كما عملت على تقليص ساعات العمل الرسمية وإيقاف أنشطة الجمعيات والمنظمات. فنحن في شبوة ما نقوم به هو عبارة عن إجراءات وقائية واحترازية لكي لا يجد المرض بيئة ينتقل وينتشر فيها. الهدف من هذا أنه يكون تتعود الناس على أن تقضي أوقاتها في بيوتها. قرارات وإجراءات احترازية ووقائية وحملات توعية وتثقيف صحي تقوم بها سلطات المحافظة لتفادي انتشار فيروس كورونا إذا ما جرى اكتشافه في المحافظة، وهي خطوات استباقية مدركة أن الوقاية خير من العلاج. أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة.